الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم طالباتي العزيزات، طالبات الصف السابع في درس جديد من دروس الرياضيات. حبايبي هتفتحوا الكتاب صفحة 31، ده الجزء الثاني. عايزة استعمل خواص العمليات للجمع والطرح. السؤال اللي قدامك: تشكل قوة الجاذبية مع قوة الدفع، الجاذبية بتجذب لتحت، قوة الدفع انطلاق للصاروخ اللي قدامك ده. عايز محصلة القوة المؤثرة في الصاروخ بالنيوتن. دلوقتي قوة الدفع كانت 1.5، دي لفوق يبقى بلس، وقوة الجاذبية لتحت كانت 0.49 هندرتس. فأنا مطلوب مني أعمل أدنج للكميتين دول. طيب انت عندك 1.5 بالبلس و49 بالماينس. انا دلوقتي واحد فيهم فراكشن كبسط ومقام اقول عليه ميكسد نمبر، والتاني ديسيمال نمبر عدد عشري، يعني واحد كسر اعتيادي والتاني عدد عشري. يا اما تحولي لي ده لكسر عشري يا اما تحولي ده لكسر اعتيادي. فكان سهل عليك ان انت تحولي 1 and 1 over 2 ل 0.5، دي انتوا حافظينها. فانا لما حولتها بالشكل اللي انت شايفاه ده، اخدت القلم بتاعي وبدات احل المساله عادي جدا. هنشوف هنحلها ازاي. انت عندك هنا 1.5 ماينس 0.49. طبعا هنا مفيش نمبر فانا بحط 0. 0 ماينس 9 it can't be 4 1 هتبقى دي 10. minus 9 equal 1. 4 minus 4 equal 0. هنزل الديسيمال بوينت 1 minus 0 equal 1. تطلع الإجابة 1 and 1 hundredths. دي بالنيوتن. أتمنى السؤال يكون واضح وبسيط. طيب مع بعض نحل سؤال، حاول أن تحل. موجود عندك في نفس البيج. السؤال الأولاني letter A. minus 2.5 plus 5 and 6 tenths. طيب minus 2.5 دي جاهزة. على فكرة ممكن أحولها لعدد عشري، لعدد كسر اعتيادي بسط ومقام. ممكن التانية دي هي اللي أحولها لكسر عشري. 5 and 6 tenths معناها 5.6، ودي 2.5 زي ما هي هتبقى 2.5 زي ما هي مش هتتغير. 2.5 وما ننساش الماينس. طب احنا اتفقنا شرطين مختلفتين، بنعمل ايه؟ الإجابة الصحيحة بنطرح. يبقى انا هطرح 2.5 من 5.6، نحط الكبير فوق 5.6 والصغير تحت 2.5، واطرح عادي جدا 6 minus 5 equal 1، أنزل الديسيمال بوينت 5 minus 2 equal 3، يبقى الإجابة 3 and 1 tenth. تمام. لا معلش، دي بالماينس مش بالبلس. نعيدها تاني، نعيدها تاني. دول إشارتين متشابهتين، دي بالماينس ودي بالماينس. في الحالة دي هنعمل إيه؟ هنجمع. فـ 2.5 هنجمع عليها 5 and 6 tenths. 5 plus 6 equal 11، 1 plus 2 equal 3 and 5 equal 8، تبقى الإجابة 8 and 1 tenth. طبعًا الإشارة هنا وهنا سالبة، هتستمر سالبة زي ما هي. تعالي هنا minus 4.4 وبعدين minus minus. يعني ايه minus minus دي؟ يعني شخص كان ماشي اتجاه اليسار بعدين قلت له اعدل، غير اتجاهك، فتغيير الاتجاه معناه انه يتحول لبلس. يعني انا كده عندي الاجابة minus 4.4، عيديها تاني لو سمحتي، plus 1.5 معناها حولها لديسيمال. هنا إشارات مختلفة هنطرح، هتبقى 4.4 minus 1.5 هنطرح.
فطبعا دي هتبقى 3 وهنا هتبقى 14. 14 minus 5 equal 9. أنزل الديسيمال بوينت. 3 minus 1 equal 2. ما انساش الإشارة بتاعتي. هنشوف هنا الإشارة إزاي. 2.9. مين الكبير يا بنات؟ 4 و4 من 10 ولا 1 و5 من 10؟ طبعا 4 و4 من 10. يبقى الإشارة دي هي اللي هتتحط. اتفهمت؟ أتمنى تكون واضحة. 2 و9 من 10. طيب نيجي على اللي بعدها. أنا دلوقتي عندي minus 135 و plus 78.5. طبعا انتوا حفظتوها خلاص الهاف. أجمع ولا أطرح؟ في أخد وفي عطا. في نمل بياكل في السكر، بياكلوا في بعض. في مكسب وفي خسارة، يبقى بنطرح. مين اللي أكتر الخسارة؟ يعني الإجابة في الآخر هتبقى بالماينس. وأطرح 135.4 هشيل منها 78.5. طبعا بورو 1 دي هتبقى 4 دي هتبقى 14 minus 5 equal 9. انزل الديسيمال بوينت. 4 minus 8 it can't be. بورو 1 دي تبقى 2 دي 14. 14 minus 8 equal 6. بعدين 12 على بعضها بقى minus 7 equal 5. واحنا اتفقنا ان الإشارة هنا هتبقى بالنيجاتيف، يبقى minus 56.9. لو سمحتي خطوات الحل دي تتحط جوه السؤال، يعني ما تقوليش ده دي انا احطها على جنب ولا تعمليها في الطاولة. دي اساسي يا بنات، دي عليها درجة. يعني انا لما بشوفك كده فاهمة ان انت طرحتي عليها درجة، وما تخسروش درجات في حاجات زي كده حبايبي. طيب نشوف اللي بعده. مثال ثلاثة، طالب مني إيجاد المسافات على خط الأعداد. نمسح بس بعد إذنكم اللي إحنا كتبناه ده. أولاً يعني إيجاد المسافات على خط الأعداد. رأى صياد سمك من حافة قاربه على عمق 0.4. كلمة عمق دي على طول تحيلك إن إحنا بنتكلم في حاجة تحت البحر، يعني بالماينس. حتى هو موضح لك هنا في الرسمة إنها بالماينس. طبعًا مستوى سطح البحر دايمًا هو الصفر. إذا كان طول شبكة الصياد 1 متر ومقدار 0.5 منها فوق مستوى سطح البحر، يعني نص الشبكة فوق ونص الشبكة تحت، هل يمكنه اصطياد السمكة؟ والله هنشوف. هنا المفروض 0.4 وماينس 0.5. لو جمعناهم بطريقة القيمة المطلقة، القيمة المطلقة طريقتها ازاي؟ ان انا بحط القيمة دي في داخل القيمة المطلقة وتتحول بعد كده بالموجب زي ما انت شايفه. يعني سالب 4 من 10 هتتحول ل 4 من 10، وسالب 5 من 10 هتتحول ل 5 من 10. هجمع الاثنين هيتحولوا ل 9 من 10. السالب لما تطلع هتتحول بالموجب. طريقه اخرى، سالب 4 من 10 وسالب 5 من 10 اشارات متشابهه، القاعده بتقول نجمع ونضع اشاره الاكبر. يبقى الطول عندي 9 من 10. طب انا المتر بتاعي مور ذان 9 من 10، يبقى هقدر اصطاد ولا لا؟ ايوه هقدر اصطاد. ده السؤال بتاع كتاب الوزاره. طيب تعالوا نحل مع بعض السؤال اللي بعده. يسبح غواصان عند عمقين مختلفين تحت مستوى سطح البحر. يسبح الغواص الأول على عمق minus 25.5 والغواص الثاني على عمق minus 40.1.
75 feet. كم يبعد الغواص الأبعد سطح البحر عن الغواص الأقرب إلى سطح البحر؟ طبعا هنقول ناقص الناقص minus 40 minus minus 25 كده يا حبايبي minus 40.75 وبعدين minus minus 25 minus minus 25.5 ونحط كل ده جوه القيمة المطلقة. طبعا ناقص ناقص يعني زائد، والعملية دي هيبقى طرح. لما نطرح 40.75 هنشيل منها 25.5 وهنا ما فيش رقم فاحط زيرو من عندي ونطرح. طبعا اول حاجه 5 minus 0 equal 5 7 minus 5 equal 2 انزل الديسيمال بوينت دي هتبقى 3 ودي 10 10 minus 5 equal 5 3 minus 2 equal 1 يبقى الاجابه 15.25 feet. اتمنى الدرس يكون واضح وسهل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.